اوعي تقولي انك لسه في البيت. انا لسه والله في البيت، اصل حصل لي مشكله امبارح و... نعم يا اختي، احنا مش متفقين ان الميعاد الساعه 9 بالظبط؟ بتستهبلي ولا ايه؟ لا والله العظيم غصب عني، انا تقريبا محبوسه. ماما رجعت امبارح بالليل واتخانقت معايا خناقه كبيره وحلفت عليا ما انزلش. ماما وقفالي على باب البيت. جريئه منها، المفروض انا اصدق لعب العيال ده؟ والله العظيم انا ما بكدب، لو مش مصدقني ابعت ماما خليها تشوف بنفسها. ماما شك يعني انه في حاجه غريبه بيني وبينك، بتقول يعني ايه اللي خليه يجي ويقول الفلوس دي هو اللي اداها لك. الله، ده على كده ماما شديده قوي. ايه يا منى؟ ورحمه ابويا انا ما بكدب، هو ده اللي حصل. انت يا بت، بت فين اختك؟ بتكلمين انا اللي غلطانه، الباب ده هيتسنكر بالطول. طب ما تشنينا باشربات احسن. تحيا علي، ما هو في ايه؟ هاتي ده، وانت هاتي ده، ما هو ده اللي بوظكوا. يلا يا اختي، ومن هنا ورايح هتبطلوا تستغفلوني، هقفل الباب عليكم بالمفتاح. راح مشوار وابن خالكوا هيجي يقعد معاكوا، على الله حد فيكوا يعمل حاجه غلط. راح فين على الصبح يا ماما؟ مالكيش فيه يا اختي، راح فين وجايه منين؟ جاتك نيله هي مالها دي؟ خير؟ ايه اللي خلاك تيجي البيت من غير ميعاد ولا تليفون؟ قلت لاهلك؟ لا الصراحه لسه. مش قلت لك ما اشوفش وشك غير واهلك في ايدك؟ انا رحت اطمن على هنا وقلت يعني يبقى في وجودي، لانها ما ظهرتش في الجامعه بعد اللي حصل، وكنت حاسس انا مش هتظهر برضه. بقول لك ايه، كلامي السهواك ده ما يخلش عليا. اطلع. اطلع فين؟ على بيتكم. بيتنا ده اللي هو ازاي يعني؟ ما هو يا توديني بيتكم واشوف حد من اهلك، يا قسما عظما ما هتشوف انا تاني بعينك. استني بس، انت عاوز اهلي تقول لهم ايه بالظبط؟ اطلع اطلع. هو يعني ايه مديرك في الشغل يقول انه دفع لك مبلغ زي ده يا منى؟ يعني ما يخصكش يا كرم، مش عشان نعيمه فضفضت معاك بكلمتين على قد فهمها تقف انت فوق دماغي وتحاسبني؟ انت ايه طولت اللسان بقيتي فيها دي يا بت؟ اصل انت اخر واحد تتكلم معايا وتسالني اصلا. طب هي ام انت ايه؟ انا ابن خالك اروح امك وفي مقام اخوكي دلوقتي وبسالك. صلوا على النبي يا جدعان. انت ايه؟ وهو كان دفع الفلوس بجد يا كرم؟ ده بيقول كده وكده يعني انه دفعهم. الموضوع كان يبقى فيه ان لو كان دفع الفلوس من جيبه، لكن ده بيساعد ام واحده معايا في الشغل عادي يعني. الكلام ده محدش يفهمه هنا يا هنا، عشان الدماغ الشمال هتفضل طول عمرها شمال، واللي ماشي في سكه بطاله بيحسب ان كل اللي حواليه زيه. انا مش عايزه اتكلم، سيبوني ساكته. اللي هو اليومين اللي كنتوا غطسانين فيهم انت ونعيمه، رحتوا فين بجد؟ ده بيتكم؟ طب رجعني من مطرح ما جبتني. يلا ايه الجنان ده؟ فيه ايه جنان؟ انا اللي مجنونه ولا انت اللي بتستعبط؟ عايز تناسبنا ليه؟ انت عارف ان احنا من الوراق، احنا فين وانت فين؟ ايه الكلام القديم ده؟ عادي يا ستي، فيه ايه؟ الدنيا ما بقتش زي ما انت فاهمه. واحده زميلتي في الجامعه وعجبت بيها وجيت لك، ما لعبتش عليا من وراكي، الحق عليا يعني؟ لا انساها خالص، هتوصلني ولا خدها ماشي. يعني حضرتك كده بتقفلي على الموضوع؟ يا طنط انا ما بهزرش. انا مش طنط، قلت لك قبل كده انا مش طنط. ايه
ايه ده؟ ده مازن؟ ومين اللي واقفه معاه دي؟ مش عارف فضل. طب انت على امريكا عشان تاخد الحاجات معاك. حاضر فضل. مازن؟ ماما؟ ماما؟ هي مريم الموج امه؟ مساء الخير. اهلا. مش تعرفني؟ مدام نعيمه. اهلا وسهلا بيكي. مين مدام نعيمه؟ قول لها مين مدام نعيم؟ انت. وفي ايه مازن؟ مدام نعيمه هتبقى والده واحده زميلتي في الجامعه اسمها هنا. انا اتقدمت لهم وان شاء الله هنزورهم قريب. يا اهلا وسهلا بيكي يا مدام نعيمه. الحقيقه انا يعني مش فاهمه في ايه بالظبط، بس ما يصحش كده، اتفضلي نتكلم جوه. لا انا حضرتك كنت جايه اشوفك بس، لكن لو الكلام جد انتوا اللي هتشرفونا ان شاء الله، والكلام يبقى عندنا. هتوصلني ولا خدها ماشي؟ اتفضلي زي ما لا يا حبيبتي سيبيني مازن، انا عايزاه. امين هيوصلك. يا امين. ايوه يا فندم. وصل الهالم لحد باب بيتها. حاضر يا فندم. لحد باب بيتها. اتشرفنا بجد، فرصه سعيده قوي. هنتقابل قريب ان شاء الله. ان شاء الله. سلام عليكم. السلام عليكم. يعني جوزك دلوقتي عارف يا عبير؟ عارف انت فين؟ بتعملي ايه بالظبط؟ حضرتك حضرتك اتكلمت معاه. وافق؟ ما عندوش مشكلة؟ لا هو كان رافض في الأول يعني، بس أنا ووفاء ضغطنا عليه وأقنعناه. بس احنا محتاجين الشغل ده قوي والله يعني. وأي قرش هيجي منه هيساعد في البيت. وزاد كمان على الموضوع إن في واحد مفتري في الحتة عندنا عايز ياخد البيت اللي حالتنا ويرمينا في الشارع. يعني طيب بس يا عبير معلش الله يكون في عونك، انا عارفه الناس كلها عندها مشاكل، بس معلش انا عايزه اطمن من نفسي. عايزاكي تتصلي بيه دلوقتي واسمع صوته. تاخدي تتكلمي من معايا ولا معاكي رصيد؟ لا اكلمه من عندي حضرتك، انا معايا. الرقم يا فندم. ثواني بس ابص على الارقام اللي جاي من المعمل. رد يا دكتور. رد. الو. ايوه يا طه. يا عبير وصلتي؟ انا قاعده قدام مدام شهيره دلوقتي يعني، واصله بقالي 10 دقايق. كل ده في الطريق؟ اتاخرتي قوي. انا قلت لك المشوار بعيد، مش انا حكي لك على كل حاجه؟ ما تتاخريش وخلصي الشغل اللي وراك يا اوام. اوام في البيت عندنا يضرب يقلب. ستة الاقيكي في البيت يا عبير. سلام. كويس كده يا دكتور؟ تمام. امسح النمره بقى دلوقتي حالا. حضرتك اطمنتي دلوقتي؟ معلش يا عبير انا موسوسه شويه، خليها عليا المره دي. مالك بس في ايه؟ لا اصلا دي اول مره يعني حد يكذبني ويشك فيا، وانا والله العظيم نيتي سليمه وربنا العالم. كل الحكايه ان انا عايزه اشتغل داخل البيت لام شريفه. معلش خدي دول. معلش خدي دول مني. مدي ايدك وخدي دول مني. ايه دول حضرتك؟ مع الايام اللي انت غبتيها وعدمتين دول. معلش حقك عليا. يلا يلا انا عايزاكي تقومي بقى تلحقي البيت ده وتلحقي تروحي لجوزك قبل 6. يلا. ها ممكن افهم ايه الحكايه بقى بالظبط؟ ده حوار كنت بظبط فيه وكده كده كنت هاجي اقول لك. انا ما رضيتش اطول قدام الست في الكلام عشان مش فاهمه اي حاجه، ما حبيتش احرجك قدام حد، ولا كمان احب اطلع عبيطه قدام الناس وحماره. مين البنت دي وعرفتها ازاي؟ واحدة زميلتي في الجامعة. عادي يعني بتحصل. بتحصل؟ زي سارة يعني؟ سارة؟ اوعى تكون فاهم ان انا معرفش عنك كل حاجة. انا بفضل متابعة من بعيد عشان اذا لزم الامر بتدخل واتصرف.
أما موضوع نعيمة بقى وبنتها ده، لا بجد برافو، معرفتش عنه أي حاجة لحد دلوقتي. أنت بتتجسسي عليا؟ أيوه بتجسس عليك. وقابلت سارة وعرفت إن أنت رحت اتقدمت لأهلها من غيري ورفضوك. أنت بتعمل في نفسك كده ليه؟ لا أنت ناقصك بنات ولا علاقات، ده أنت مصاحب نص البنات اللي تعرفهم. هو الجواز غلط؟ جواز إيه يا مجنون أنت؟ وبنت فريد اللي متعلقة بيك، ذنبها إيه المسكينة دي؟ ذنبها إن أنا محدش يقدر يشتريني، عشان أنا مش سهل زي ناس. يا ماما سافل ومش فاهم اي حاجه في الدنيا. انا كنت عارف ان الكلمه دي ممكن تحرقك، والست اللي انت شفتيها النهارده دي هتبقى حماتي، وانا هتجوز بنتها، والناس دي اقل من اهل ساره بكتير، اقل من اللي عقلك ممكن يتخيله بكتير. ولما يرجع السواق بيسأليه بقى هم ساكنين فين وهي مين وبتشتغل ايه. سلام يا ماما. فين كارل؟ قاعد في الفسحة بره. هتفضل قاعد هنا ولا هتيجي معايا مشوار الهم ده واقفل عليه؟ زي ما انت عايز. ماما انت هتمشيها كده بجد؟ هتحبسينا؟ يلا انجز عبد الله بره. طب هاتي الموبايلات بتاعتنا. طيب يا اختي تهدي. انا همشي. استني يا نعيمه، اكيد مش هسيبك تمشي بالفلوس دي كلها لوحدك، هطلع اغير واجي معاك على طول. يلا يا اخويا. يا حاج نور، دي مش اول مره نتعامل فيها مع منطقه عشوائيه زي دي. كل مره صاحب الارض بيبقى مرسينا هو بيعمل ايه، وانت ما مشيتش في طريق الازاله، والناس بتقول معاها عقود، يبقى ايه بالظبط؟ نبقى عارفين حتى. دي حاجه ما تخصكش يا متر. احنا متفقين على ميعاد ناخد فيه الارض، يبقى ما حدش يناقشني ولا حاسبني قبل ما يجي الميعاد ده. ولو جه الميعاد وما خدتوش الارض قوموا تعالوا حاسبوني. ايه ده يا حاج؟ المتر فاروق ما يقصدش. على فكره الناس ما قالتش حاجه، ومستنيين الوقت اللي انت حددته عشان يستلموا فيه الارض. وبعدين هم واثقين فيك لدرجه ان هم مضوا ودفعوا عرابين من غير ما يحطوا ايديهم على الارض بشكل كامل. احنا بس بنتكلم في خطوات، وحكايه التهديد بالوصولات دي ما تاخذنيش، يعني ده لعب عيال. افرض حد منهم مثلا اتصرف وحل مشكلته ودفع، تحب اديلك خمس ست بيوت على دماغ اللي عايشين فيهم عشان ترتاح؟ دي طريقتي، ما احبش حد يناقشني فيها. الناس دي انا عارفها اكتر منك. فلوس ايه اللي تدفع؟ ده حساب تقيل يا متر، حساب سنين. يا سيدي انا بقول لك افرض، افرض حد رفض. الفرد ده مش موجود عندي، انا اللي اتجرأ وقف في وشي عملته عبره. يا فاروق باشا طمن الناس جدا، احنا شغالين فعلا، ولو الطريقه دي ما نفعتش هنلجا لموضوع الازاله، وفي الحالتين الارض بتاعتكم والمشروع هيتعمل عليها. حوار حضرتك بعد كده مع المحامي مش معانا. حضرة الظابط، ازيك يا باشا؟ ازيك يا حاج نور؟ بقول لك ايه؟ الست نعيمة عندنا هنا في القسم ومعها المبلغ. كنا عايزينك تجيب الايصالات بتاعتك عشان نخلص الموضوع بتاعها. فلوس ايه اللي تدافع يا باشا؟ امال احنا كنا في ايه امبارح؟ لا ما هو طلع في كلام تاني وحوار كده. المهم انت ممكن تبقى عندي خلال قد ايه؟ ازاي يعني؟ انا مش مصدق، والكلام ده كان فين من امبارح؟ ما حد يفهمني، فين يا باشا؟ اقعد بس يا حاج نور واستهدى بالله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انت ليك فلوس الوصولات بتاعتك، والست نعيمه جاهزه بيها. اللي بره ده مالناش دعوه بيه وما يخصناش في حاجه. قول له يا باشا، حاكم ده ظالم ومفتري، عايز ياخد بيتي وبيوت اللي حواليا عنوه وغصب. ده مش بعيد يلبسنا مصيبه واحد واحد. ما هو كان على ايدك يا باشا، اتبلى عليا وفرج عليا الناس وانا بشاهدك يا باشا. لو جرى لي حاجه ولا جرى لاي حد حاجه في الحته لازم يكون ليه يد فيها. ما تهدي بقى يا نعيم، طلعي الفلوس. وانت يا حاج نور طلع الوصولات. 14 وصل. وصل ورا وصل. وهي الفلوس؟ تعدهم انت يا باشا ولا هو يقدهم؟
كاملين بالتمام والكمال. كملوا النهارده يا نعيمة؟ ما كان امبارح ناقصين 16,000. خلاص قلت ما بقيش عليا حاجه ان شاء الله جوع. الصراحه يعني ما نفسيش اشوف وشك تاني يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. ها هتعد يا حاج نور؟ عد. عد يا حود. انا طلعت يا واد. طلعت بقى خلاص ما فيش حاجه. قول لي عملت ايه في حوار الميكروباص. طب يلا دغري على الراجل ما تقلقش بقى وانا راح استناك في البيت. يا واد احكي لك اما اجي لك بقى. يلا سلام سلام. يلا سلام. تمام تمام يا اختي. الف الف مبروك يا نعيم يا اختي. انت لسه ماسكهم في ايديك قطعيهم يا نعيم. والله العظيم ثلاثه ما انا مصدقه ده عمري كله يا عيال. انت هتتصوري جنبهم يا نعيمه. دول يتعمل فيهم كده. بقول لك يا اختي تيجي نروح سيما كده ونعمل اي حاجه. يا اختي انا في ايه ولا في ايه؟ يعني ايه في حد سلفها الفلوس دي؟ امال هي ما قالتش الكلام ده امبارح ليه؟ ده كذب. الست دي كذابه. لا تعالى بقى على هنا احنا لازم نشوف حل للمشكله دي. ايوه يا حازم. لا تروح ولا تيجي يا ابني. خلص شغلك براحتك وتعالى في ميعادك. مع السلامه. لسه شايفه انها مظلومه وما سرقتش؟ انت فعلا مصدقه كلام فارغ ده؟ حبيبتي خلصتي الديزاينز اللي كنتي بداتيهم؟ في يا ماما؟ خلصتيهم ولا لسه؟ انا بقالي كتير ما شفتلكيش حاجه جديده. طب اقول لك على حاجه. اللهم طولك يا روح. انت تروحي لنعيمه لوحدك وتقولي لها انها لو ما رجعتليش الحاجه انا مش هسيبها في حالها. هو المبلغ ده فارق معاكي قوي كده؟ طز في المبلغ. المبلغ مش هو الموضوع خالص. وبعدين يا ماما انا فارق معايا المبلغ. انا ست اترفضت من شغلها وعايزه افتح مكتب لوحدي. فالمبلغ ده عليه مبلغ زيه كده هعرف افتح المكتب. ايه رايك؟ هديهم لك يا مارو. يا ماري. هو انت فعلا عندك استعداد ان انت تدفعي فلوس من جيبك على انك تسجنيها وتعاقبيها؟ بطلي تفكيرك الضيق ده. مش يمكن لو هي فعلا كانت عملتها وانت سكتي عليها يبقى ده اشد عقاب؟ حكم بقى ومواعظ وكلام حديث الروح بتاعك ده. يا بنتي الدنيا اللي احنا عايشينها دي طول ما النفس داخل وخارج ربنا بيسيب لنا الحبل على الغارب. وانت وكيفك يا تعملي الحاجات الصح يا تعملي الحاجات الغلط. وربنا مراقب وشايف وساكت. والحكمه كلها في سكوته ده. السكوت لا هو ضعف ولا قله حيله. ده هو ده العقاب اللي بجد. ربنا يعافينا من مكره يا حبيبتي ويفوق اللي مآمن لسكوته ومش عامل حساب مكره ده. بتكدني يعني؟ متاخره بالقصد. تردلي القلم بسلامتك. معلش يا طه يا اخويا بالراحه على اعصابك شويه. انت اللي فيك مكفيك ما يبقاش من كله. هي المدرسه الزفت دي مش بتخلص الساعه 5؟ متاخره ليه لحد دلوقتي؟ الغايب حجته معاه. بعدين عبير بتحبك واذا كان كده يعني تبقى بتلعب معاك شويه. طبعا ما هي مقموصه تعمل اللي هي عايزاه بقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي اخرك كده يا حبيبتي؟ المواصلات كانت زحمه ولا انت ما بتاخريش ساعات يا وفاء؟ سير الشر وبراش الشكل اللي للبيع ده. بقول لك انا طهقانه وعلى اخر هدخل اخد حمام وانام لي شويه ومش عايزه حد يصحيني. معلش يا اخويا هي هتلين بالراحه عليها وانا علي دماغها.
ازيك يا حبيبتي؟ اتأخرت ليه؟ هو فين اللي اتأخرت ده؟ ما اتأخرتش ولا حاجة. أنا بس كنت يعني بقول تلحق إن جريسكو هو لسه سخن. جريسكو؟ وأنت عرفتي تقفي في المطبخ بالجبس ده وتعملي جريسكو؟ مش أنا، دي عبير. أنا بس وقفت على إيدها علمتها تعمله إزاي. عبير؟ أيوة، دي جت على طول بعد ما أنت نزلت الصبح. قلبت البيت كله وعملت الأكل وما قعدتش ثانية لحد ما نزلت. دي بنت زي الفل، مؤدبة قوي يا وليد. طب والله برافو، بس ايه اللي جد بقى؟ قالت لجوزها ولا انت اللي اتنازلتي عن شرطك؟ طبعا قالت لجوزها، ما انت عارفني انا ولا هتنازل ولا هقبل بوضع غلط. عارف. طب ايه، هتسخني النجريسكو ولا هاكله بارد؟ هتاكله سخن، بس انت اللي هتسخن. ماشي، انا اللي هسخن. ام فريد كلمتني النهارده بتقولي الناس اللي تشتغل عندهم عايزين يبيعوا الشقه بتاعتهم، بس مش عايزين عن طريق سمسار، عن طريق المشتري عدل. انت فاكر النموذج اللي قلت لك عليه؟ الشقه 300 متر، دي بتبص على النادي على طول، دي كمان بتقولي انها شايفه البسين، يعني مش في اي حته على النادي. بس انا بقى قلت لها انا مش هقدر ارد عليكي غير لما اخد راي نور الاول. ايه رايك لو نبدل، ناخد شقتهم ونبيع شقتنا ونخلص فيها قوام قوام، وهو برضه نبقى في الرحاب. ها قلت ايه؟ انت طالق يا سمية؟ نعم. زي ما سمعتي كده، انت طالق. يلا روحي بقى شاية الرحاب بتاعتك زي ما انت عايز. يلا. انت اتجننت؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي بقوله اني تعبت، رصيدي خلص معايا. انا ما بقتش طايق اخش البيت واشوف وشك واسمع صوتك وطريقة كلامك، تعبت، جبت اخري، فهمتي؟ شوف يا بنت الناس، انت عايزه ايه وانا هعملهولك. وانا بتهيالي الجوازه دي ما خسرتش معاكي في حاجه، طلعت منها هانم برضو. سميه، المصيبه اللي انا فيها دي انت ما تنفعش تقفي معايا فيها، ما ينفعش. انت بتقولي لي الكلام ده؟ انا اللي بتقولي الكلام ده بعد كل اللي عملته عشان بس انت طالق عايز ارجع ما الاقيش في البيت، روح على الرحاب بتاعتك دي. اي كلام في الفلوس مع المحامي مش معايا انا، فاهمه؟ فاهمه؟ I'm a fool. Oh, I don't think you're a fool. Not at all. I ought to have known the position I'm going to take off. Well, this is certainly an honor. Missa again. Sash. Now, about our... طب اقلبي. هاتي مريم الموجي نتفرج عليها، مش عايزه تتفرجي عليها؟ وده من امتى ده ان شاء الله؟ انت متى هتستقبطي عليا؟ ما دي ام المحروس اللي جه يتقدم لك يا اختي، ولا مش عارف؟ لا ما اعرفش. اقلبي. النهارده الشباب ما شاء الله اهي. انا بكلمهم بقول لهم هي دي سيبيها. يعني عارفين ايه فضل اليتيم وفضل ان هو يعمل ينزل يعمل زي ما بنشوف، ينزل يعمل اطعام في رمضان، بينزل يكفو اليتيم، بيروح رحله معاهم، بيدخل عليهم السرور، كل الحاجات الجميله دي اللي تخلي مجتمعنا ما فيهوش حقد ولا غل، تخلي فيه في تكافل. ده مهم قوي قوي بجد. ولو كل واحد فكر في الناس القريبين منه جدا، الناس اللي بتساعده في الحياه زي السواق بتاعك، زي الراجل اللي انا بسميه بتاع النظافه مش بتاع الزباله، اللي احنا اللي بنعمل زباله، نوع من التكافل الاجتماعي. النبي كلامها زي الفل. حماتك كل واحد ساعد الناس اللي حواليه، مفيش حد ابدا في الدنيا هيبقى محتاج لو كل الناس فكرت بالطريقه دي. كلنا نحاول على قد ما نقدر. استني انا اللي هقوم افتح نبطي هنا. يجدد نيته لله، لان ده قرار التكافل الاجتماعي احنا لازم نشتغل عليه، عشان في الاخر خالص مساء الخير يا ست نايمة.